مساء الخير السيدات والسادة الحضور الأفاضل. بداية أحب أهني كل الحاضرين في هذه الأيام المباركة، حيث يحتضن صوم 50 رمضان، شهر رمضان المبارك. وأحب أنقل تحية حب وود وتقدير واحترام من بلادي، بلاد مهد الحضارات الإنسانية، بلاد أور الكلدانيين، بلاد أور، آشور، وبابل، وأكد. تحية من العراق إلى مصر العربية، أرض الأهرامات وأرض الفراعنة، اللي نقلوا تاريخهم وحضارتهم من عبق التاريخ إلى وقتنا ده. أحب أشكر كل الموجودين، وأحب أشكر مصر على كل ما قدمته للعرب وللعالم من ثقافة وحب واستقبال وكل حاجة. شكرا جزيلا لمصر حكومة وشعبا. شكرا جزيلا.